ارحب بضيفي محمد عبد الجليل الناقد الرياضي. جليليو، مساء الفل عليك وبرحب بيك. محمد، صباح الفل. صباح الخير. صباح الفل. لسه داخلين على المساء، قربت. صباح الخير وصباح الخير على كل جمهور نادي الزمالك واعضاء الجمعيه العموميه. النهارده يوم تاريخي، مبسوط ان انا معاك ومبسوط ان احنا وصلنا للمرحله دي. مرحله مهمه لانها بتؤسس للي جاي، واللي جاي مفيش اهم منه. انا بعتبر ان تاسيس الزمالك الحديث هو اللي بيمثل المنهج بتاع الفتره اللي جايه، الزمالك اللي جاي. يمكن الزمالك كلنا عارفينه، صاحب ال 113 سنه. التقرير او الفيلم القصير الدوكيومنتري الرائع اللي كان بيتعرض دلوقتي بيجسد حكايه بقى لها 113 سنه. هذه الحكايه آن لها من تاريخ جديد، لان الازمات الكتيره اللي مرت بيها السنين الاخيره محتاجه لمرحله من الاستقرار. المرحله ديت بدايتها النهارده، بدايتها من توجه المئات او عشرات الالاف من اعضاء الجمعيه العموميه عشان يدلوا بدلوهم في تقرير مصير الزمالك خلال الاربع سنين الجايه. وما شاء الله انا شايف من البدايه التواجد كثيف، والحقيقه انا كنتش متوقع ان يبقى التواجد من بدري كده بالكثافه ديت. ربما ينذر بان ممكن تتخطى ال 47 الف العدد التاريخي بتاع انتخابات 22. يمكن بالفعل من كلامك عايز برضو اضيف جزئيه هامه جدا، ان اشد المتفائلين ما كانش يتوقع نصف هذه الاعداد في بدايه سير العمليه صحيح. الانتخابيه. واعتقد ان احنا على صدد مشاهده انتخابات تاريخيه لنادي الزمالك، وجزئيه هامه جدا يا جليليو عايزين نلقي الضوء عليها، وهي الروح السائده مش بس ما بين المرشحين، والروح دي اللي انعكست على اداء وسير العمليه الانتخابيه لنادي الزمالك. مش شايفين اي مشاحنات، الدنيا هاديه، الدنيا ماشيه باحترام، ماشيه باحترافيه. الصوره خير دليل ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح. احمد، انا عايز اقول لك ان يعني كان معانا زميلنا احمد الهواري من داخل نادي الزمالك، وبيقول لك انا حضرت انتخابات لنادي الزمالك اكتر من تغطيه في 2016 و2022 والسنه دي اول مره اشوف هذه الروح ما بين المرشحين. الدنيا هادية وحتى المتنافسين، مفيش مشاكل، مفيش. بس انا عايز اضيف بس جزئيه ان هو ده الزمالك اصلا، يعني ده مش جديد عن صحيح. الزمالك ربما جت علينا فتره كانت الروح ديت غايبه شويه، انما الزمالك الاصلي، الزمالك القديم، زمالك زاموره، ده العادي بتاعنا، ده العادي بتاعنا. يعني في واقعه شهيره جدا للكابتن محمد حسن حلمي، وهو سنه 84 السنه اللي خسر فيها الانتخابات، وهو زموره يعني بتاريخه وبكيانه، وبالمناسبه مات بعديها بسنتين بالظبط، يعني 86 الكابتن حسن حلمي توفاه الله، لانه خرج عن عالمه الاصغر اللي هو العالم اللي افنى فيه خدمته طول عمره. بس الكابتن زموره وهو معدي في النادي وشاف الكابتن حسن عامر، الحقيقه ان الكابتن حسن عامر وقتها يعني اتحرج انه يدخل او يسلم عليه، لكن المؤيدين ليه، ودي روايه رواها الكابتن رؤوف جاسر، المهندس رؤوف جاسر نائب رئيس مجلس اداره الزمالك السابق، اللي قال لك انا كنت من مؤيدي التغيير ان الدكتور كابتن محمد عامر، كابتن حسن عامر يخش وياخد فرصته. وقتها الكابتن محمد عامر لما دخل، لما الكابتن حسن عامر لما دخل المجلس بتاع الكابتن زموره، الكابتن زموره قام وخده بالحضن، وكل الحاضرين هتفوا للزمالك، ما هتفوش لا لزموره ولا لعامر، هتفوا للزمالك. وهو ده الزمالك اللي احنا نعرفه، وهو ده الزمالك الاصلي. ده مش جديد على الزمالك، ربما يكون جديد مؤخرا، لكن ده اصل الزمالك. فاحنا عدنا للروايه الاصليه اللي بتجسد مبادئ وده اللي احنا قلناه بالفعل يا جليليو، او ده اللي احنا دايما بنثني عليه، ان ده العادي بتاع نادي الزمالك، الروح السائده، الروح بالزبط. الطيبه اللي موجوده من كل المنافسين وايضا من اعضاء الجمعيه العموميه، وان شاء الله تستمر بقى خلال السنوات القادمه، ونبني عليها اربع سنين فارقه في تاريخ نادي الزمالك. واللي بيحصل دلوقتي هو كتاب التاريخ من كل اعضاء الجمعيه العموميه، والوقفه اللي واقفينها واللحظات دي لحظات التاريخ لن ينساها، لان على مدار اربع سنين قادمه ان شاء الله هنشوف طفرات ونجاحات، لان دايما بيقول الجواب بيبان من عنوانه يا جليل. اهم اربع سنين ربما في تاريخ الزمالك الحديث، الاربع سنين اللي جايين دول، لان انت عندك اولا كميه مشاكل وازمات لازم تتخلص منها، الجسد لازم يتخلص من المشاكل دي عشان يبدا يتعافى. واعتقد ان كل الساده المرشحين اللي موجودين النهارده في الورق الساده اعضاء الجمعيه العموميه هيصوتوا عليه، عندهم خطه للعمل من بكره.